البداية كانت بوضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة بمقبرة تينيسا، كما شارك الأمين العام لوزارة المجاهدين في حملة تشجير. إلى جانب ذلك أشرف على افتتاح الملتقى الوطني حول الجبهة الجنوبية للثورة التحريرية. دائما نعود فيها إلى التاريخ للتماسك للوحدة الوطنية بين شماله وجنوبه وشرقه وغربه. أردناها أن تكون مميزة، مميزة من خلال رمزيتها. بادرنا بعملية وطنية، عملية تشهد فيها كنا أطلقناها بمناسبة إضراب 8 أيام، واليوم يبدأ تجسيد العملية بغرس 1.5 مليون شجرة بالرجوع إلى الرمزية. ولتعميم الفرح على المواطنين، تم توزيع مقررات الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي على مستحقيه. رانا ب6 سنين راني كريا، الحمد لله كتب ربي خطر غادي نجو. الحمد لله أنا واللي داوكا ما شاء الله. مش أنا استفدت، يتامى ساكنين عندي من 8 سنين، ياكوما 3 استفادوا وحضرتوا. تم توزيع 1432 مسكن عمومي إيجاري، منها 1392 مسكن عمومي إيجاري أو بي جي، منها ما توزيع مفاتيح وتوزيع مسبق و40 إعانة للسكن الريفي. وفي ختام الزيارة قام الأمين العام لوزارة المجاهدين بزيارة أرملة الشهيد صديقي بوعمامة.